لو الحكاية فيها إن فيجو. في حلقتنا التاسعة هنتكلم عن سياسي من طراز خالف تعرف، رفض إنه يكون زي جده أبوه، وكان طوبة تصرف قزاز الشباك اللي خلفه، ورس عدويته في حزب الوفد من العين، وطمع في رئاسة الحزب صاحبنا الخيلة، وعمل مشاكل مع رئيسه نعمان جمعة، بسببها ساب الحزب من أول جمعة، وراح عمل حزب الوحدة، ينافس مبارك في انتخابات الرئاسة، لكنه ما حصلش رئيس ولا غفير.